وممكن معهاش مصاريف تروح وتيجي، جيب منين؟ طب وليه لما هو راجل مثلا وهي بتطلب منه الطلاق، طب ما يخلصها؟ لو هو راجل ومستحي وعنده كرامة مش هيقبل على نفسه ان هي تطلب منه الطلاق، هو هيسيبها متعلقة، صح ولا لا؟ ادم العيشة اتعملت كده. لكن في عيال ممكن في ناس تحضر ولاد خير يعملوا بناتهم، يصلحوا بناتهم عشان دي يعني معاها ام هتروح بيهم فين؟ طب ما يصرف عليهم، هتروح تشتغل؟ هو الشغل بالسهل؟ الشغل مش بالسهل، معاها عيال، طب اسيبهم لمين؟ طب ما ممكن اهليها بعد ما هي تتطلق مش قابلين العيال، احنا مش هناكل لحم غيرنا، بيحصل يا بنتي كده. طب ليه؟ طب ويطلق ليه؟ طب ما يشوف السبب، ما يصلح من نفسه. هو الموضوع طبعا محزن ان مرأة ما قدرتش ان هي تستمر في حياة زوجية، اكيد ان هي في حاجات تعباها وفضلت انها تكون لوحدها وهي اللي تشيل الحمل بتاع ولادها على لما يكون في زوج يشيل معاها، اكيد السبب كان سبب قوي. وارتضت بان هي تتمرمط في المحاكم او يعني تاخد وقت زي ما انت بتقولي، تاخد وقت كبير عقبال ما توصل لحقها، وده للاسف دي سببها. اولا ديفوهات في التشريعات عندنا في مصر، تباطؤ الاجراءات القانونيه، عدم اهمال المراه بشكل عام، يعني احنا بنتكلم عن حلقه واحده بس بيتم اهمال حق المراه فيها وهي المراه اللي تطلب الطلاق، ده في حلقات تانية كتير جدا بيتم اهمال المراه فيها من اول ما هي طفله لغايه ما تبقى ام. الفتره اللي هي بتقعد فيها من غير مورد مالي دي طبعا فتره عصيبه، المفروض ان هي الدوله تساعدها في الفتره دي. كان في حل كان قام بيه المجلس القومي للمراه، ان كانت تصرف من بنك ناصر او بنك ناصر يديلها يعني نفقه شهريه لحين ان هي ما تكسب قضيه النفقه بتاعتها. يعني المفروض كل واحد يتقي الله في ولاده وفي مراته، في بينهم عيشه طيبه ماشي، ما فيش يبقى المفروض يخلص يديها نفقتها ويصرف على ولادها، لو هي في سن الحضانه يديها حقوقها وحقوق ولادها، لكن ان هو يتجاهلها نهائي ويسيبها كده لا، ده ما رضيش ربنا، ده ظلم. والمعاناه دي قريبتي كانت بتعانيها. انا شايف ان الموضوع اللي انتوا تتكلموا فيه موضوع خطير جدا، يجب ان احنا يعني نلعب دور حيوي في تخفيف المعاناه على المراه، لان المراه نصف المجتمع بل المجتمع كله. اذا كان ما فيش وفاق فابسط حاجه ابغض الامور الطلاق، لكن طالما ما فيش وفاق وما فيش عشره يبقى بقدر بالمعروف وعشان الاولاد، وفي نفس الوقت عشان المعاناه اللي بتعاني وتقاسي منها المراه الامرين، عشان كده يجب نكون في رحمه وفي سماح وفي يعني العشره برضو يجب ان احنا نراعيها. اذا كانش خلاص وصلنا لمرحله الطلاق يبقى الانفصال بالمعروف وبالتسامح. طبعا موضوع الطلاق دوت هو اللي بيشيل نتيجته الاولاد، فطبعا المراه في حلين بقى، لا تنزل تشتغل عشان تصرف على الولاد، لا اما حل تاني هتتجوز وهيبقى فيها تشرد الولاد. فطبعا هو الطلاق دوت بيبقى ايه؟ بيبقى هو اللي بياخد نتيجته او اللي بيشرب نتيجته هي الاولاد بصراحه. طبعا المرأة بقى لازم تكافح بقى في الحالة دي عشان تربي ولادها، هي الست الأصيلة بقى هي تربي.